يكتنف الغموض أغلب حالات الانتحار في ذي قار، وخاصة في مجتمعاتنا حيث الأعراف والتقاليد تفرض طوقا أمنيا حول المنتحرين وذويهم وأسباب ودوافع الإقدام عليها، وإزدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة وتسيل أرقاما منفتة للأنظار في العام الجديد وخلال أيامه الأولى. الحقيقة خلال الرصد المكتبي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلال عام 2021 وبداية هذا العام، لاحظنا انتشار جريمة الانتحار لدى في محافظة ذي قار خلال الفترة المنصرمة، وهذه الملاحظات انه الجريمة بدأت تكثر في اعداد كبيرة جدا. وضعنا خلالها مجموعة من الملاحظات، من ضمنها انه هذه سبب انتشار الجريمة هو الوضع الاجتماعي السائد في محافظة ذي قار بشكل خاص، زائدا انتشار جريمة المخدرات، وهذه الجريمة بدأت تظهر ملامحها جلية من خلال اتساع رقعة الجريمة في مختلف الجرائم الأخرى كونها هي الجريمة الأساسية. ومع هذا أن زيادة أعداد المنتحرين بهذه الصورة الكبيرة قد تكون لها دوافع أخرى غير اختيارية، وبحسب مختصين فإن الكثير من جرائم الشرف للنساء تسجل في مراكز الشرطة على أنها حالات انتحار. يعني سجلت محافظة ذي قار خلال عام 2021 80 حالة انتحار بمحافظة ذي قار رسمية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 8 حالات خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني الواحد من عام 22. هذه الأعداد يعني تنذر بمعضلة وتنذر بكارثة بمحافظة ذي قار على الجهات الحكومية والجهات المعنية. انتشر الانتحار بالآونة الأخيرة بشكل كبير جدا وملفت للنظر خصوصا في محافظة ذي قار، لعل البطالة هي سبب رئيسي، كذلك المخدرات سبب رئيسي. يعني بالسنة الجديدة وخلال أيام قليلة جدا سجلت محافظة ذي قار أكثر من 8 حالات انتحار، وهذا رقم خيالي، بل رقم يشعر بأن المحافظة وشباب المحافظة يتجهون نحو الهاوية. لذلك نحتاج إلى تكاتف الأيدي، نحتاج إلى تكاتف الجهود من قبل المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الدينية، من أجل انتشال الشباب من هذه الظاهرة. مؤشر خطير تسجله محافظة ذي قار في عامها الجديد وخلال الأيام الأولى من شهر كانون الثاني، 7 حالات انتحار و4 منهم تم إنقاذهم، مما جعل العراق من البلدان المتقدمة في حالات الانتحار. لقناة زاغروس تيفي، علي صالح، ذي قار.